نعم، في كل عيد وفي كل مناسبة تحدث في العاصمة في بغداد وبالعراق بالتحديد، هنالك خطة أمنية من خلية الدفاع الأمني بالاشتراك مع وزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية لتأمين مداخل ومخارج العاصمة من مداخل وتحصين حزام بغداد وكذلك الأماكن التي يتجه إليها العوائل البغدادية وكذلك أيضا تكون يعني مكان للسياحة وللترفيه، المتنزهات والحدائق العامة وكذلك أيضا الجوامع وحتى المراقد المقدسة والموالات. هنالك إجراءات أمنية محصنة من قبل وزارة الدفاع والداخلية لمنع أي خروقات أمنية تحدث. يعني هنالك معلومات استخبارية كانت تشير في الأيام القادمة ربما ستستهدف العاصمة في بغداد في يعني بأعمال إرهابية، وكانت هنالك الحيطة والحذر من خلية الإعلام الأمني يعني أكيد يعني بالتوافق والتعاون مع وزارة الدفاع وزارة الداخلية لتأمين جميع الأماكن التي يتجه إليها العوائل البغدادية في العيد الفطر المبارك.